مرحبا بكم. دونك هاش تونسي ممبر من جروب بيفور كلون. ان فيت هو مش جروب معناها سي ان كلون. يلم ارتيستوات دي رابور عباد تخدم في بوبليسيتي لاهين بليماج دو مارك نتاعنا. انا شكون لاهي بالكوتي موزيكا، انا شكون لاهي بالكوتي انجستخمون تسجيل سون اكسيتيرا. دونك معناها الديسكوغرافي نتاعنا براتيكمون بدينا من 2000 2003 اول البوم يهبط في السوق نومي دوبل ديزاستر، في دو مومبر منا نحنا مستر صابر كريتيانو. ابخي اون 2005 بون ما بين 2003 و 2005 عملنا بليزيور كونسير بليزيور باساج تيلي اكسيتيرا. 2005 هبط الالبوم الثاني اسمه كوفر فو. بدلنا الاديسيون ما نعرفش كي نجم نسميها ولا لا بور لا بوب من نوفيكات عدينا الفوني. دونك جات بروبوزيسيون من فوني فيو لي دوبل ديزاستر مشى برقدي في السوق على ليبوك. ومن بعد براتيكمون بعدنا فيو لي ميمبر منا ما كانش ديسبونيبل صارت له كا اكسبسيونيل. دونك قلنا من بور لو مومون نستاغن شويه حتى لين يرجعوا. اكتويلمون ترافاي سور دي sur des albums solo vu اللي كل واحد منا توا اختار ثنيته. كريتيانو حسام مشى لهولندا، فينا شكون معرس فينا شكون بعد شويه على الدومين، مي براتيكمون توا نخدموا على ديز البوم سولو. هذا بالنسبه للجروب. بالنسبه لهاش تونسي كسولو انا عندي لوتو برودكسيون تاعي نومي برود. دونك اون في دو لا كومبوزيسيون انجستخمون. جي برودوي بور بليزيور رابور فيهم اللي بدا معايا معناها الديبي نتاعو كان معايا وتو مصلي عني بيه معناها خذا معناها ديمونسيون اخرى. دونك فوالا نوميد برود سي نوميد سي كيما تقول ميد ان تونيزيا ولا ميد ان بلاصه اخرى. دونك نوميد معناها من حد شيء نخرجوا شيء ونعاونوا معناها لي رابور سورتو اللي بداو جدد. نتورنيو كليبات نبروديو معناها البومات ولا دي مورسو ولا دي ميكس تيب دي كومبيل و فوالا. دونك ان شاء الله يا ربي نقدموا القدام وتصير كولابوراسيون بيناتنا نحن لي رابور، خاطر مالوغوزمون انا نتصور اللي عندنا برشا معناها في الدومين هذايا ونعرفوا بعضنا. دونك نتصور لازم تصير اكثر كولابوراسيون بينات بعضنا باش ماهيش منقدمه بالدومين هذايا اللغه التونسيه. ان تي ميساج لاصحابنا وخواتنا اللي في الحبس توا اللي تحوا على الزطله. كيما قلت لك قبيله معناها احنا اصحاب وخوات اكثر من الموسيقى واكثر من كل شيء. معناها تو كي تقول لي ولد الكانز ولا مدو ولا يمينو ولا سهيل ولا الاولاد الكل براتيكمون كبرنا مع بعضنا وتربينا مع بعضنا، وكي نقعدوا في القهوه نقعدوا مع بعضنا، في الاستوديو نقعدوا مع بعضنا. دونك اون ايتي دي فرير اكثر منه دي زارتيست يتقابلوا كيكا للموسيقى. دونك الله غالب معناها القانون في تونس يقول اللي يتكيف زطله معناها يتشد في الحبس. بون كي نجيو نتبعوها الحكايه الانسان هذا ما ضر حد ما سرق حد ما عمل حتى حاجه تضر بعبد اخر، وكان ضر كان ضر في دي بيان كان اونتر بارونتيز كان ضر وضر روحه. مي الله غالب هذا قانون معناها نحن كنا معناها تلامينا مع بعضنا وحاولنا نعملوا مانيفيستاسيون قدام الوزاره باش نقولوا راهو القانون راهو يضر برشا عباد مالوغوزمون. كان باش نكملوا كي باش يضر برشا عباد معناها الاولاد عمرهم ما شدوا حبس عمرهم ما عندهمش سوابق. بون اذا كان نحبوا نقولوا غلطه في القانون اللي عندنا نقولوا غلطه، مي الغلطه ان شاء الله ما تكلفش غاليه خاطر كلفت برشا عباد غاليه. انسان على سيجار ويلقى روحه في حبس عام كامل عام نقص له من عمره. فيهم مالوغوزمون شكون مصحح هذاك دي برود معناها باش يقعد مسكين مطيش عام كامل اسافوار من بعد كي باش يخرج شنو اللي باش يفوت وشنو اللي باش يلقاه ناقص. دونك حاجه توجع برشا. حبيت حاجه اخرى معناها صارت مشكله معناها ديغنييغمون بالنسبه لينا احنا عمي كنا طلعنا في فيستيفال كارتاج. دونك فيو اللي احنا معناها كلون اون اي دي سولو كل واحد فينا عنده لي سولو نتاعو كل واحد فينا معناها نخدمو اون ديو نخدمو تريو نخدمو كلون كامل. وقت اللي مدينا الدوسي على اساس باش تدفع معناها باش تاخذ كاشي نتاع ارتيست واحد ما يجيش منه معناها احنا اربعه ولا خمسه يحبوا يخلصونا كاشي نتاع ارتيست واحد. دونك ايزون بروبوزي باش كل واحد يمد الدوسي نتاعو. كي مدينا كل واحد الدوسي
اعطاونا فما شكون خذا كونسيريت منا فينا وفما شكون الدوسي نتاعو ما تعداش. دونك نحنا اون ديسيدي سي جامي هاشكونسي باش يطلع سي توتا في نورمال، ما نجمش هاشكونسي يطلع وما يعيطش مع الاولاد الكلون نتاعو. وابار حتى الكلون معناها انا عندي دي مورتو مثلا مع ليود الكانز مع مادو مع مينو مع دي زارتيست اخرين، سي في نورمال انا باش نعيط للعباد معايا تحضر في الكونسير نتاعي وكوم دي زانفيتي وتغني معايا سور سين. دونك فما على غالب كذبه طلعوها ولاد الدومين اللي مدوا اللي ما مدوش حتى دوسياتهم باش يطلعوا في الـ في لي فيستيفال عمناول، قالوا كيفاش هما يطلعوا وصارت معناها اون ديغي عندنا كتاف ولا عندنا حاجه عملناها ولا غمينا عباد باش طلعنا نحنا اكسيتيرا. خاطر فينا مومبر وقف قدام الوزاره عمناول وقال يلزم الرابورات ياخذوا حقوقهم، يلزم لي رابور معناها يوليو موجودين في المشهد الثقافي التونسي وياخذوا لي كارت بروفيسيونيل نتاعهم. دونك صار الموضوع هكاك معناها وطلعنا شاركنا في لي كونسير. دونك بارامون فما شكون ما براش من الحكايه هذيا من عمناول من ولاد الدومين، جاو حبوا يعملوا بوز على ظهوراتنا السنة باش يقولوا راهو لي رابور هذوما راهو سرقوا عملوا وفعلوا وحطوا تصورنا سوغ دي باج فيسبوك معناها باج راب تونسي وظاهرين لي باج هذوما معناها نتاع عباد ياخذوا فلوس باش يسيبوا معناها ديزانتوكس هكايا علينا احنا. وهي ظاهره الحكايه معناها عام كامل ما صار شيء، جاو للبيريود السنه نتاع السيف مع الكارت بروفيسيونيل ومع الـ مع الـ الفيستيفاليات الجدد باش يعملوا الحكايه هذيا كوم كوا باش يضرونا. دونك الحمد لله معناها اش تونسي خذيت الكارت بروفيسيونيل نتاعي على خاطر جانسيست توجور باش نعمل اون بون كارير ان شاء الله يا ربي. ديما اون بون كارير بعيده على لي بوز وعلى الكلاش وعلى الحكايات هذوما كل، معناها نخدم في صمت قال الاخر باش موا معناها لو بوت سي كوا باش نخدم موزيكا للموزيكا. اسكي باغي معناها ديغنييرمون ولات العباد تخدم موزيكا للثوره وللسياسه وكلها ولات تفهم اون اي لوان معناها على الشيء هذا الكل. نحنا نخدم موزيكا للموزيكا وحاجه نفهموا فيها ما نفهموش فيها نخليوها لاهل الاختصاص هذاك. اي سي تو.